بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعله علما ينتفع به. أخواتي، غرزة فخمة حلوة، آجور غرزة كثير حلوة، مناسبة للسيدات، مناسبة للأولاد، مناسبة للشالات، كثير حلوة ومرتبة. تتكون من ستة أسطر، أربع أسطر جرسي عادي مقلوب وعدل مقلوب وعدل، بعدين عنا دورين فيهم الشغل. عدد غرزة مضاعفات رقم 8 زائد 1 زائد 2، يعني كل مجموعة 8 8 8 8 زائد 1 زائد 2 للحافة. أنا بالنسبة إلي هون أنا بلشت اشتغلتها ساويتها مشان إيدي تاخد عليها. هلأ هون أنا اشتغلتها على نموذج لون فاتح، حط لك إياه على الغامق، شوف شلون تبين، تطلع موديلها كتير حلو، غرزة فخمة حلوة جدا. بدها شوية انتباه بالدور الخامس والسادس، تمام؟ بلشت فيها أنا هلأ هون بهذا الدور بهذا اللون، بركي اللون الغامق بيعطيك شوية أفضل من اللون الفاتح، تمام؟ يلا نبتدي. أول غرزة إذا اشتغلنا أربع أدوار جرسي مقلوب عدل مقلوب عدل، أنت بالنسبة إليك بتكوني شاغلة هاي، بيكون عندك أول دور هو العدل، تشتغلي عدل مقلوب عدل مقلوب، تيجي على دور العدل. جينا على دور العدل، غرزة الحافة، هاي غرزة الحافة ما لنا شغل فيها. في عنا عدة تنتين، واحدة هاي واحدة وهي تنتين عدل، هاي تنتين عدل. ناخذ تنتين من امام الشغل، هون ما تغيري انه انا قالبي الشغل، هون عندنا تنتين من امام الشغل ناخذهم، نعمل لفه، تمام؟ نشتغل وحده عدله، هاي وحده عدله، يلا نرجع نعمل لفه وناخذ تنتين من خلف الشغل، طبعا هاي مغير مكانها من احنا منغيره، يلا نشتغل وحده عدله، هاي وحده عدله. شو صاروا معنا هلا؟ لاحظوا 2 4 6 8، هاي 8. هلا بدنا ثنتين عدل مثل ما ابتدينا. كيف ابتدينا؟ 1 2، نرجع ناخذ ثنتين من امام الشغل، اخذنا ثنتين من امام الشغل، نعمل له لفه، نشتغل عدله، تمام؟ هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا ناخذ ثنتين من خلف الشغل، هاي مغير مكانها بالعادة بتكون هيك، انت قلبيها هيك وبتاخدي ثنتين من خلف الشغل. لا تنسي بدنا لفة، اذا بنعمل اللفة قبل ناخدها. شو ظل معانا؟ ظل معانا غرزتين مثل ما ابتدينا، 1 2، وهي غرزة الحافة. عظيم، هلأ زبطت، ها شايفين اخواتي؟ اذا شو بتعملي؟ تشتغلي ثنتين، تشتغلي ثنتين، تاخدي ثنتين امام الشغل، تعملي لفه، تشتغلي عدله، تاخدي ثنتين من خلف، تعملي لفه، تاخدي ثنتين من خلف الشغل، بصيروا 8، ترجعي للطرف الثاني بصير معاكي كمان 8. هلا دور المقلوب، انتبهي على دور المقلوب، غرزة الحافة، شايفين اخواتي؟ هي غرزة الحافة ما لنا علاقة فيها. لاحظوا اخواتي شو في عنا احنا هون، هي اللي اخذناه هون من خلف الشغل. هلأ بدنا نجيبها لهي الغرزة، هاي الغرزة بدنا نجيبها، بدنا نحطها مثل كأنك ساويتي ضفيرة بغرزة وحدة، جيبيها وحطيها من قدام، وخدي التنتين مقلوب، وهي أخذنا التنتين مقلوب، تمام؟ عظيم. هلأ أخذنا التنتين مقلوب، شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل لفة، بدنا نعوضها. هلا نشتغل وحدة واللفة ثنتين وهي الثالثة، تمام؟ هاي صار عندنا ثلاث غرز مقلوب، اجانا كمان اجتنا لفة نشتغلها مقلوب. في عندنا غرزتين بدنا ناخذهم كمان من خلف الشغل، هذول غرزتين بدنا ناخذهم من خلف الشغل مو من أمام الشغل، نشتغل وحدة عدلة. هلأ منشوف هون، منطلع هون، شايفين هاي الغرزتين هدول، هاي وهاي، منجيب هاي الغرزة منجيبها لأمام الشغل،
هيك مشان حط وحده قبل وحده، كأنه عم نعمل ضفيره بغرزه وحده. هو بس اهم شيء هذا هالدور بدك شوي تنتبهي له، وبتاخذيهم اثنيناتهم مقلوب، تاخذي اثنين مقلوب. هاي اخذنا اثنين مقلوب، ما ننسى اللفه، بيجينا ثلاثه مقلوب، واحد اثنين وهي ثلاثه. هلا بناخذ ثنتين مقلوب عادي، بدنا نعمل لفه، بناخذ ثنتين مقلوب عادي، بضل معانا ثنتين للنهايه. هاي هي الغرزه اخواتي، هاي هي. ها شوفوها، شايفين؟ عفا، هاي هي الغرزه اخواتي. لاحظتوا شلون صارت؟ شوفوا شلون، هاي اللي اخذناها وحده قبل وحده شلون صارت حيل مثل هاي. هاي وقت تاخذي وحده قبل وحده بالدور المقلوب، شوف شلون بيفتح، بيصير معك مثل كانه جزيله رايحه باتجاه الشغل. هاي هي، هاي هي اخواتي، عباره عن ستة ادوار فقط، ستة ادوار. بشتغل وبرجع، رح اشتغل الجرسي وبرجع بعيدة معاكي، اكيد ما بتكوني عرفتيها من اول مرة. نرجع من عيد اخواتي، عملنا اربع ادوار جرسي، نرجع من عيد حافة ما لنا علاقة فيها، تنتين عدل، واحد اثنين، ناخد تنتين من امام الشغل، تنتين، نعمل لفة، نشتغل عدلة، نعمل لفة، بناخذ تنتين من خلف الشغل من بعد ما منغير مجرى الغرزة، تمام؟ يلا عدلة، بدك تنتبهي للغرز مشان ما ينقصك ولا غرزة. هاي اثنين أربعة ستة ثمانية، تمام؟ هلأ شو بدينا؟ بدينا اثنين عدل، نشتغل اثنين عدل، واحد اثنين، ناخذ اثنين من أمام الشغل أخواتي، اثنين، نعمل لفة مشان التعويض. هلأ نشتغل وحدة عدلة، نرجع نعمل لفة، نرجع ناخد تنتين من خلف الشغل بعد ما منغير مجرى الغرزة، غيرناها تمام، صفى معانا تنتين عدل وغرزة الحافة، وحدة تنتين، وهي غرزة الحافة. يلا جينا دور المقلوب، دور المقلوب يلي فيه شغل، قليلي من الغرز اللي بشتغلها أنا يكون في إلى بدور المقلوب شغل. يلا نشتغل وحدة مقلوبة، تمام؟ لاحظوا أخواتي، هي مو أخذناها سوا، شو بنعمل؟ بنجيبها هي الغرزة، تنتبهي عليها، بتشوفيها مأخوذة، هيكية ها مأخوذة. يلا بتجيبيها الغرزة لعندك، وبترجعي هاي لورا، بتحطيهم قدام بعضهم، وبتاخدي التنتين مقلوب من خلف الشغل. ما بننسى اللفة، في عنا لفة. هلأ ثلاثة مقلوب، واحد اثنين وهي ثلاثة، عظيم. هلأ تنتين مع بعضهم أمام الشغل، نعمل لهم لفة ما بننساها، نعمل تنتين من قدامنا يعني من وجه الشغل مو من ورا الشغل. يلا اعملي لفة. هلأ نرجع نكرر، منشوف نحن وصلنا محل مع هي الكيوها. شوفوا أخواتي، هي هي، هي هي، مدام وصلنا لها شو بنعمل؟ نجي منجيبها لأمام الشغل، منجيبها نحطها على الإبرة، وبناخذ التنتين مقلوب. نحن عم نشتغل دور المقلوب أخواتي، دور المقلوب. يلا لا تنسي اللفة، بيجيكي ثلاثة مقلوب، واحد اثنين ثلاثة، تعملي لفة لا تنسيها، تاخذي ثنتين من خلف الشغل أو بالأحرى من أمامك يعني، أنتي ثنتين مقلوب هيك، وهي هي النهاية. خلصنا، هاي هي غرزة فخمة، غرزة آجور فخمة أخواتي، شوفوها ظهرت بينت، ها شوفوا شلون ما أحلاها، غرزة فخمة جدا. حط لك إياها على الغامق، وهي الغامق تحتها، شوفيها تطلع كثير مناسبة. حبيتي تساويها صدر جيليه، حبيتي تساويها للأطفال الصغار، ما لا شغل غير بالدور الخامس والسادس فقط لا غير، بس هذول إن الشغل فيها. غرزة كثير فخمة وحلوة، بتأمل إن شاء الله تكون عجبتكم.
ولا تنسوا لنا من لايك وشير واشتراك، واهلا وسهلا فيكم.